وصل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى مدينة بنغازي قادما من رحلة علاجية بعد أزمة صحية ألمت به. وتشير تقارير صحفية إلى احتمال تخلي حفتر عن صلاحياته العسكرية لصالح أحد الضباط المقربين منه مع احتفاظه بمنصبه شكليا. ويتساءل متابعون للشأن الليبي عن تأثير عودة حفتر على المشهد السياسي الليبي، إذ بدأت مؤخرا محاولات لإيجاد تفاهمات سياسية بين برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة. وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد اجتمعوا في العاصمة المغربية الرباط واتفقوا على تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، إضافة إلى مناقشة قضايا عالقة أخرى. كثرت التكهنات والسيناريوهات عن مصير اللواء خليفة حفتر، وقيل الكثير عن تدهور وضعه الصحي، بل عن وفاته خلال تلقيه العلاج في العاصمة الفرنسية. لكن الرجل استعاد عافيته بحسب مقربين منه، وربما لم تعد هناك حاجة للبحث عن بديل له. أحد قادة القوات التي يسيطر عليها حفتر أكد أن الأخير سيشارك في الاحتفالات بالذكرى السنوية لما يعرف بعملية الكرامة التي أطلقها عام 2014 ضد خصومه انطلاقا من بنغازي. وبعدما أثار وضع حفتر الصحي في الآونة الأخيرة تساؤلات بشأن الشخصية المحتملة المؤهلة لخلافته، برز اسم عبد الرزاق الناظوري، وهو الرجل الثاني في قوات حفتر ورئيس أركان ما يسمى بالجيش الوطني الليبي. لكن العارفين بالشأن الليبي يستبعدون هذه الفرضية، لأنه لا يحظى بدعم القبائل والعشائر الليبية ولا يتمتع بدعم خارجي. كما أن المؤشرات غير المشجعة التي رافقت رحلة علاجه أوحت بأن حفتر قد لا يكون قادراً على ممارسة دوره السابق إن كان سياسياً أم ميدانياً. وهنا يتقدم سمعون الفرجاني رئيس الأمن العسكري في قوات حفتر والمعروف بعلاقاته الوثيقة بأبو ظبي والقاهرة. لكن انتماء الأخير إلى قبيلة حفتر نفسها، أي قبيلة الفرجاني، قد يؤجج غضب القبائل الأخرى الراغبة بتولي زمام الأمور والإمساك بخيوط اللعبة. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول عصام الزبير، صحفي ومحلل سياسي. كما ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس صلاح البكوش، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد صلاح. سيد صلاح، ما تداعيات عودة حفتر على التفاهمات التي جرت في الرباط منذ أيام وعلى المشهد السياسي بشكل عام في ليبيا؟ عودة حفتر هي عبارة عن مسكن أعتقد لمرض عضال، وهو أن الجماعة في الشرق أو في معسكر الكرامة اكتشفوا، كما يكتشف العرب عادة متأخرا، أنهم معتمدون على رجل واحد عرضة للموت بسبب أو آخر. معسكر الكرامة الذي خلقه حفتر في 2014 سوف لن يعود إلى ما كان عليه بالقبل، حيث أن حفتر بمرضه هذا وعدم قدرته على التواصل مع أنصاره لمدة أكثر من 10 أيام يدخل الشكوك في نفوس الكثيرين من أن هذا التحالف الذي أسسه سوف لن يكون مؤثرا كما كان من ذي قبل. سيد صلاح، ولكن هنالك الكثير من رأى بأن السيد عقيلة صالح بغياب السيد حفتر يعني كانت له مساحة من الحرية وهامش لتقديم تنازلات، هل سيتغير ذلك مع عودة حفتر؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن عقيلة صالح بالطبع تحصل على مساحة أكثر، وستستمر هذه المساحة ربما بحجم أقل، ولكن ستستمر هذه المساحة. كما نرى أن الفيدراليين في الشرق أصبح صوتهم يعلو الآن، وخاصة خلال غياب حفتر، والذين كانوا ساكتون لفترة طويلة. هناك أطراف أخرى الآن تبحث عن تحالفات على أساس أن حفتر سيختفي قريبا، أو أن من حفتر تقصدون بذلك لم سيد بكوش؟ كما كان عليه. من تقصدون بذلك؟ يعني يبحثون عن حلفاء آخرون، من هي هذه الأطراف؟ داخل معسكر الكرامة بالطبع هناك ربما بحث عن تحالفات جديدة، ولكن داعمي حفتر الإقليميين مصر
والإمارات قرروا ذلك منذ فترة، أن حفتر وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه، وعلى هذا الأساس قدموا مرشحين مدنيين لقيادة هذا التيار، ومتمثلة على سبيل المثال في السفير الليبي السابق في الإمارات عارف النايض يقدم نفسه الآن على أنه البديل المدني السياسي لقيادة ليبيا في المستقبل. طيب أعود إليك سيد عصام. سيد عصام، يعني هل بالفعل القوى الإقليمية رفعت يدها ودعمها عن خليفة حفتر اليوم؟ وحقيقة نحن يجب أن نركز على نقطة أساسية، أن النقطة الأساسية أن حفتر حتى لو كان سيبقى لن يكون بنفس القوة التي كان عليها في السابق، وهذا ما يدل على ذلك وجوده الآن، وأعتقد أن حتى وضعه لم يكن وضع مستقر وصحيا بدرجة كبيرة جدا، وهذه حدثت سابقة عندما رجع ملك الأردن إلى الأردن وقام بإعفاء أخيه وعين ابنه، بعد ذلك استمرت العملية، بعدها بقليل توفى ملك الأردن، وليس بغريب على العرب حقيقة فعل مثل هذه الأشياء. سيد عصام، الوضعية يعني يأتي الوضعية بالنسبة للوضع الإقليمي، يعني في رسائل اليوم يصل إلى بنغازي للمشاركة في احتفالات عملية الكرامة، من المتوقع أن يعلن أو يعطي الضوء الأخضر لبدء معركة درنة. حتى ونعطى الضوء الأخضر لمعركة درنة لن تكون المعركة بحسب ما هو أراد. ألم تكن هذه عملية الكرامة لمدة 4 سنوات تم تهديد فيها درنة لمدة أكثر من 3 سنوات، تم تهديد فيها العاصمة الليبية طرابلس أكثر من 2 سنين والدخول إليها بكثير من الكلام، مع أن الدعم العسكري موجود لديه حتى من الإمارات وواضح جدا، ويمرر عن طريق ميناء جدة السعودي ويصل إلى الشرق وعن طريق مصر، وهناك طائرات ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة تتحدث عن ذلك، ولكن لم تفعل شيء. مع هذا لم يتقدم حفتر ولم يستطيع حتى في عملية مزج الشورى والتوار بنغازي ومحاصرته لتلك المناطق لم يكن ذا قوة كبيرة. هؤلاء بضع شباب لكن لديهم القوة والعزم والإرادة، لم يستطع حفتر أن يكتسح بنغازي، ولذلك حتى الآن ما زالت بنغازي تعاني من التفجيرات وآخرها عملية النظوري. وأعتقد أن الأمور لو وضعت في الأساس بدون تجرد من العاطفة والتجرد من شيء لم تحقق عملية الكرامة أي هدف إلا القتل والتدمير والتدمير الممنهج لهذه المدن. طيب. بغض النظر عن ما حققته عملية الكرامة سيد عصام، ولكن هذه العملية أو حفتر كان يعرقل التفاهمات السياسية، لأنه واضح بغيابه جرى التفاهمات في الرباط. اليوم بعودته هل ستعود العرقلة من جديد؟ هو أشار حتى في كلمته اليوم أن التي كانت متلفزة، أعتقد لأن حتى عند وصول الطائرة لم تكن الطائرة وصلت بعد المغرب بالرغم من النقل المباشر، وهذا ما يدل على أن حتى الإعلام كان موجها وأعطيت الكلمة له، وكانت الكلمة تتحدث وتقول بأن سيكون هذا الجيش هو الذي يحقق أمال الشعب، حتى وإن قال أن السياسيين الذين يطمحون إلى انتخابات، وعندنا أن هذه الانتخابات بعضها صحيحة ولا حسب كلامه، أن الأمر لن يكون حسب ما يريد، لأن الآن الكثير من الأطراف الدولية تريد الحل، ولذلك الدافع الذي جمع بين خالد المشري والذي يعلمون جيدا بأنه من حزب العدالة والبناء ومن الإخوان المسلمين اجتمع مع عقيلة صالح. طيب. الذي حقيقة الطرف الشرقي كل الإخوان المسلمين كل الكرة وكل البغى اجتمعوا معه، مما يدل على أن الدافع الأمريكي كان قويا والدافع إلى الاجتماع كان أقوى، بدليل على ذلك تجمع. سأعود إلى المواقف الدولية بحالته الصحية، فلماذا سيد عصام سأعود إلى المواقف الدولية، ولكن يعني دعنا في المواقف الإقليمية بداية، هنا أتحول للسيد البكوش. سيد صلاح، ذكرتم بأنه الإمارات اليوم ومصر تبحثان عن بديل مدني للسيد حفتر، ولكن بتغيير الأشخاص هل يعني ذلك حكما تغيير نهج وسياسات هذه الدول التي كانت تعرقل الوصول إلى أي تفاهمات داخل ليبيا؟ لا أعتقد أن السياسة مبنية على واقعية كبيرة جدا، وهي أن حفتر سوف لن يستطيع أن يكون سيسي في ليبيا، وأثبتت التجربة ذلك، ليست لديه القوات وليست لديه الشعبية الكاملة لكي يسيطر
على ليبيا بالكامل ويفرض نظاما كنظام السيسي. وعلى هذا الأساس ترينا الآن دعوات مصرية وإماراتية ومن طيب. المجتمع الدولي وإلى انتخابات، وعلى هذا الأساس يرون بأنه يجب عليهم أن يقدموا بدائل، وإذا أراد حفتر أن ينزل الانتخابات يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن ما حدث في العشر أيام الأخيرة سوف يؤثر على ذلك. ولكنهم قدموا أيضا سيد صلاح، تتحدثون عن الانتخابات وكأنها آتية لا محالة. السيد المشري يتحدث عن تفاهمات أولية جرت في الرباط، المعلومات تفيد بأنه السيد حفتر سيوكل ضابط آخر للقيام بمهامه، هل يعني ذلك بأنه الدعم الذي تحدث عنه السيد عصام، الدعم بالسلاح من هذه الدول الإقليمية، سيتوقف لهذه الجهة؟ لا، أول دعني أتناول قصة التفاهمات التي توصل لها المشري هناك. لم يتوصل أي تفاهمات. أولا يجب أن نعرف بأن ذلك اللقاء كان الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ولم يسمح عقيلة صالح بدخول أي شخص آخر عدا خالد المشري، ولم يسمح بالتقاط أي صور فيديو أو صور فوتوغرافية. ما توصلوا إليه توصل إليه الوفدين، وأنا كنت عضوا في وفد مجلس الدولة في تونس، وهي تقليص المجلس الرئاسي إلى 3 أعضاء وفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، هذه توصلنا لها. العقدة كانت في كيفية اختيار المجلس الرئاسي، وعلى هذا الأساس سوف لن يكون هناك أي اتفاق. أعتقد أن الجميع يعرف بأننا وصلنا ربما إلى طريق مسدود، وستكون الانتخابات هي الحل الآن أمام الليبيين للتخلص من مجلس الدولة ومجلس النواب، وبالتالي الذهاب إلى انتخابات ربما على غرار الانتخابات التونسية لتشكيل جسم تأسيسي يتولى جميع هذه. أما بخصوص الدعم لحفتر، سيستمر الدعم لأن مصر لديها اهتمامات أمنية بالدرجة الأولى، وفي الشرق الليبي بالدرجة الأولى، وستستمر في دعم قوة مسلحة داخل الشرق الليبي لضمان حدودها. بالتالي كيف يمكن أن تنجح انتخابات، كيف يمكن أن تنجح أي تفاهمات سواء كانت جرت بين السيد المشري وصالح أو بين اللجان التي تحدثتم عنها، إذا كان السلاح لا يزال يتدفق لجهة معينة من الليبيين على حساب جهة أخرى؟ الانتخابات سوف لن تجري لأن هناك اتفاق بين المشري وعقيلة صالح. الانتخابات ستجري لأنه ليس هناك إمكانية لاتفاق بين المشري وعقيلة صالح، وخاصة الآن معسكر مجلس النواب ينظر إلى مجلس الدولة على أنه مجلس إخواني، إذ أن أعضاءه قرروا ب64 صوت أن يضعوا على رأس المجلس أحد أعضاء جماعة الإخوان. الانتخابات ستجري لأن الطريق مسدود، والانتخابات ستجري لأن الدول الغربية ترى بأن هذا هو الحل، والإمارات ومصر تعتقد أن عندها مرشحين يمكن أن ينجحوا في هذه الانتخابات. أشرتم إلى الدول الغربية، والسيد عصام أيضا تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. وسيد عصام، يعني اليوم يقال بأنه هذا التقدم فيما يتعلق بالمسار السياسي في ليبيا سببه الانخراط الأمريكي بشكل كبير، ما شكل هذا الانخراط؟ ما الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تضع إيطاليا هي التي تمسك بالملف، ولذلك الولايات المتحدة دائما كانت بعيدة عن الملف الليبي بقدر ما كانت إيطاليا هي التي تتناول هذا الملف. دعينا نحدد أولا النقاط الأساسية في هذا الصراع الذي هو موجود. طبعا الإمارات لديها استثمارات ولديها غرف عمليات موجودة، وكذلك قاعدة عسكرية قسمها قاعدة الخادم بجرب بمنطقة المرج، ومصر تريد تحقيق أمنها القومي وتريد الاستفادة من مشاريع التنمية البنية التحتية في ليبيا، وفرنسا تريد أن يكون لها وضع استراتيجي في ليبيا مما يجعلها قريبة من القريبة لأوروبا، بالرغم من أن الدافع الإيطالي يجعلها دائما لست بالقرب كثيرا من ليبيا، وهذا المشهد موجود بالنسبة للواقع المنطقة الغربية. ولذلك عندما تعثرت حالة حفتر ذهبت إيطاليا إلى برقة لاستفسار عن الوضعية وكيفية المشهد سيكون. التضارب المصالح الأخرى هو الذي يجعل هؤلاء يلعبون
في هذا المشهد لوحدهم. ولكن كما تكلم السيد صلاح البكوش وحدد في تونس تم التحديد هذه النقاط نفسها. ويومها أنا حضرت المؤتمر الصحفي وقال السيد عصام بأن اتفاق سياسي وقف. يعني تفصيل إن كانت هذه التفاهمات جرت في تونس أو في الرباط، مهم أنه جرت هذه التفاهمات، ونريد أن نعلم يعني ما تأثير عودة حفتر عليها، هذا ما نركز عليه. عندما قال السيد صلاح البكوش أنه الانتخابات، لو سمحت لي سيد عصام، عندما قال السيد بكوش، وأعود إليك هنا سيد عصام، أنه مصر والإمارات تعتقد بأنه لديها مرشحين يمكن أن يفوزوا بهذه الانتخابات، هل يعني ذلك حتى لو جرت الانتخابات ممكن الأطراف الأخرى، القوى الإقليمية الأخرى، الدولية الأخرى، أن تشكك في نزاهتها ونعود إلى نقطة الصفر؟ هو حقيقة ما لم يمرر الاستفتاء قانون، يعني ما لم يمرر الدستور الليبي ستطال الكثير من الإشكاليات على عملية الانتخابات، لأنه يفترض من مجلس النواب أن يمرر هذا القانون ويجعله الاستفتاء للشعب، يمرر الدستور يجعله الاستفتاء للشعب لكي تكون هذه الأمور واضحة بصورة كبيرة، كيف سيكون الانتخابات، ما الذي سيدخلون الانتخابات. اليوم المرشح الذي هو للرئاسة والذي تكلم عنه السيد صلاح البكوش هو يدفع أيضا للانتخابات. اليوم عندما في صحيفة اليوم السابع يتكلم بأنه ضروري الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والانتخابات البرلمانية والبلدية وكذلك الرئاسية لكي يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة. هذا ما تحدث عنه اليوم السيد العارف النايض في صحيفة اليوم السابع، وهو يريد ويصر على أن يتم الذهاب إلى الانتخابات، مما يدل على أن هناك دافع لهذه الانتخابات من كل الأطراف التي تريد أن يكون مرشحها موجود، وخاصة الأطراف الإقليمية التي تدفع بالسيد العارف النايض، نظرا لأنه يعتبرونه كشخصية تكون مقربة حتى من الأطراف في الغرب، لأنه هو أصلا من الغرب وتكون داعمة من مجلس النواب، ولذلك هم يلوحون بهذه الورقة على أن تكون بارزة دائما على السطح وتكون ذا قوة. رغم من أنه لا يفترض له ألا يتكلم لأنه لا يوجد مرشحين أساسا، ولم ندخل في قضية المرشحين، يعني بعدنا لم يقر أساسا مجلس النواب يعني الدستور والاستفتاء على الدستور. سيد صلاح البكوش، عندما يعني عند يقال بأنه في القوى الإقليمية والقوى الدولية تفاهمت على ضرورة إيجاد حل، هذا ما فهمته من كلامك داخل ليبيا، لماذا لم تحدد جداول زمنية واضحة للخطوات أو التفاهمات إن كانت التي تحدثت عنها أنت في تونس وتم التأكيد عليها مرة جديدة في الرباط؟ ما المانع في تحديد جداول زمنية واضحة لها؟ ليست هناك جداول زمنية، لأن خطة غسان سلامة كما تذكرين كانت خطة مبهمة نوعا ما، ولكنها محددة، وهي أننا سنبحث عن تفاهم بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ولكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سوف لن يتوقف عند ذلك. وفي الإفادة الأخيرة لغسان سلامة ذكر بأنه سيعطيها فرصة أخيرة هذه التفاهمات، والآن عبر عن امتعاضه يعني بطريقة شخصية عن اجتماعات المغرب التي هي خارج نطاق الأمم المتحدة، وأعتقد أن في إفاداته القادمة ربما سيعلن بأنه ماض إلى المؤتمر، ما سماه المؤتمر الوطني الجامع، وانتخابات. هذه الانتخابات ليست بالضرورة ستكون مبنية على أساس أنها تأتي بعد الدستور، لأن الدستور يواجه عقبات كبيرة وخاصة من القوى الفيدرالية في الشرق، وعلى هذا الأساس أعتقد أنه ستكون هناك تخريجة ما لإجراء انتخابات والدخول في مرحلة انتقالية. ما الذي يمكن أن تكون عليه شكل هذه التخريجة سيد صلاح؟ لأنه ما يخشى منها أنه أكثر من مرة تم الحديث عن تفاهمات، وأكثر من مرة تم الحديث عن تقارب بين القوى الليبية، ولا يتحقق شيئا على الأرض. ومن هنا كان السؤال عن ما الذي يحول دون وضع جداول زمنية. التخريجة هي المؤتمر الوطني الجامع الذي ستجتمع فيه جميع القوى التي ليست في مجلس النواب أو في مجلس الدولة. هذه القوة أكبر بكثير من القوة الداعمة لمجلس النواب ومجلس الدولة، وستقول لنصل إلى انتخابات
طبقا لقانون انتخابات 2012 الذي أتى بالمؤتمر الوطني العام، أو قانون انتخابات 2014 الذي أتى بمجلس النواب، وليس هناك حاجة للتوصل لتفاهم بين مجلس الدولة ومجلس النواب حول قانون انتخابات أو ما شابه ذلك. أعتقد أن هذه التخريجة ممكنة، وربما هذا سيكون الحل، إذ أن الآن القوى في المجتمع الدولي والقوى الغربية، حتى بريطانيا التي كانت تعارض الانتخابات على أساس أنها ليست بحل جيد، أصبحت تميل إلى هذا الحل لانتهاء من هذه الفترة الانتقالية. طيب أتحول إلى السيد عصام. سيد عصام، باختصار يعني، هل هذه التخريجة واقعية؟ ماذا عن القوى الموجودة في مجلس النواب والقوى الموجودة في المجلس الرئاسي؟ هل سترضى بهذه التخريجة، لا سيما أنها تهمشها؟ أعتقد ذلك أنهم حتى يبحثون عن وجود حكومة موحدة، ولذلك هم يريدون البقاء ويريدون أن تمضي الفترات الانتقالية. أعتقد أن هناك مجموعة من مجلس النواب يسعون إلى وضع مشروع جديد للاستفتاء، يكون بقانون الاستفتاء، وهذا القانون يشمل حتى حفتر، لأن قانون الدستور يخرجه منه. ولذلك أعتقد أن حتى خروج غسان سلامة من الاجتماع الأخير يعتقد أنه له دلالات، وهذه الدلالات ستظهر واضحة. الاعتماد على الحوار قد يكون اعتماد على شريحة كبيرة ضاغطة من المجتمع، ولكن المجتمع الليبي للأسف الشديد لا توجد فيه قوة ضاغطة حقيقية خارج القادة السياسيين الذين هم يتمتعون بهذه القيادات، وكذلك مجموعة الأحزاب التي لم تضل عملها قوي جدا، بل بقيت تجتمع مع بعضها وتصدر بعض البيانات. هذا يجعل الوضع مازال يستمر بهذه الوتيرة، ولكن أعتقد عندما تكون هناك صحوة هي تتغير الأمور وتضع بشكل واضح والبسيط البوصلة. عصام الزبير، شكرا. الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من طرابلس. كما أشكر أيضا السيد صلاح البكوش، الكاتب والباحث السياسي.